بنرجع مرة تانية مع حضراتكم في حوار ممتع ومن يعني من الأرض ومن الأحداث حضرتك مباشرة. أصبت إزاي وإيه اللي حصل والإصابة كانت لدرجة تسافر لندن؟ أنا حضرتك يوم 24 أكتوبر، طبعا أنا كنت عامل كمين، يعني مشيت من عند الساتر بقى خلاص، من 6 أكتوبر قضيت مهمتي عند الساتر وجوه، وأمنت اللواء اللي أنا كنت تابع ليه اللي هو مدرع، أمنته. وبعد كده صدر الامر ان اطلع اعمل كماين فين؟ عند الممرات. اللي ايه هي بقى الممرات؟ الممرات دي جوه سينا، ممر جدي وممر متلة، دي ممرات بين جبلين. لا يعني حصل منها الثغره على اللي في 67 لما دخلت المدرعات ضربوا اول دبابه، الطريق اتقفل، كل الدبابات اللي وراها بقت ايه؟ مالهاش لازمه خلاص، محدش دخل يعني كمل. فكنت بعمل كماين بغير نفسي هناك، فهم كانوا كل يوم والتاني راصدينك، راصدين مين اللي الصواريخ اللي بتضرب وعامله مشاكل في المونتريال، لغايه لما جم يوم 24 الساعه 3 الظهر. ايه اللي حصل؟ كنت فين وبتعمل ايه؟ كنت في موقع ضرب صاروخ على الموقع. انا ذكريات، معلش. والله ذكريات. انا عارفه انها صعبه. حضرتك انا مثلا قاعد هنا لقيت نفسي قاعد عن مطرح الكاميرا دي. يا خبر، النطره كبيره، تفريغ الهواء. تفريغ الهواء. فضلت مرمي في المنطقه حوالي يعني حوالي 4 5 ساعات. وبعد كده في الاربع خمس ساعات دول حضرتك كنت بتفكر في ايه؟ مفيش فكرش، انا كنت في خلاص مش هنا. كنت فاقد الوعي. خلاص. وبعد كده في يعني واحده متحركه ماشيين لقوني مرمي، لقوا العساكر بتاعتي بتدور عليا. القلب بتاعهم. المهم شالوني العساكر وودوني مستشفى ميداني في جوه سينا. قعدت 4 ايام بنزف. نزيف داخلي. الافرول اللي عندي، انا ما جيت لما هنا مستشفى المعادي دخلوني اوضه العمليات عشان يقلعوا لي الافرول. الافرول لزق هو الدم. بالدم لزق في جسمي. دخلوا اوضه العمليات عشان يشيلوا الافرول. يعني لو الافرول والجسم يعني والفرن بتاعك والفرنل. العساكر بتوعي بقى 4 ايام وانا بنزل في الكافه الطبيه، وهم لا حول ولا قوه الا بالله، هيعملوا ايه؟ مش هيعملوا، ما يقدرش يعمل حاجه، هيعمل لي ايه؟ فهو بيديني ادويه مسكنات وخلاص. فالعساكر بتوعي انا فاكرهم اسمه التميمي، واحد اسمه سلامه، واحد اسمه احمد، مش فاكر الرابع اسمه ايه. شالوني على ظهرهم. يا خبر ابيض من المستشفى، يعني ناموا الاربعه على الارض، عملوا حصيره كده وشالونا على جدعانه الشخصيه المصريه. لا، العسكري المصري ده الجندي المصري، الجندي المصري الاصيل اللي هو عشان يقلوك فين؟ ودوني مستشفى السويس، عبروا بيا بالفؤاد ودخلوا بالفؤاد ودوني مستشفى السويس. يعني شايلينك فوق ظهرهم لحد السويس، زحفوا لغايه لما راحوا المعبر. زحف ايوه، يعني كده ايوه، على 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 ظهرهم زي نقاله. هم انت فوق وهم بقعانهم بيزحفوا على الارض. انا مش كده فاكر اسمهم لغايه دلوقتي. طبعا ودوني مستشفى السويس، رحت مستشفى السويس. كان مستشفى السويس فيها حصل حصار بقى، الثغره دخلت. الثغره بقى المستشفى السويس طبعا كان فيها كان في بعثتين جايين طبيه، واحده من جامعه عين شمس واحده من جامعه الازهر. جت قرعتي عند جامعه الازهر. فالدكاتره شافوني قالوا لي مش هقدر اعمل لك حاجه، كل اللي هنعمله هنجبسك. انت كنت هو انت كنت الاصابات كانت ايه بالظبط؟ كان عندي شظيه في العمود الفقري وفي ايدي الشمال. وهم يجبسوا والشظيه موجوده في الظهر. لازم يتجبس عشان ما يتحركش. وراحوا ملبسيني افرول جبس من هنا لغايه هنا. يا خبر ابيض. افرول جبس. قعدت بيه 8 اشهر حتى ما جيت مستشفى المعادي. كان كنت اخش العمليات 3 في 1. كان رعب طبعا. انت 3 في 1 يعني انا بخش العمليات لازم يشيل الجبس. فكان بيشقه بالسنيور ويعمل العمليه، بس صدفه يشيلني يدخلني اوضه العمليات، اعمل العمليه ارجع تاني اتشد تاني، يبقى 3 في 1. تتجبس وتتفك عمليات في كل مره. ف شالوني ودوني مستشفى السويس. مستشفى السويس قعدت فيها، جبسوني بقى طبعا بالليل كنا بنستوي، عايزين نشرب ميه، مفيش ميه.
اليهود من حصين السويس واللي بتوع المقاومه الشعبيه شغالين معاهم كويس قوي مبهدلينهم. وبعد كده ونفع السويس نتبع الزلاطيه اللي هي اللي كان فيها مؤخرات الجيش كلها، لما ضربوا عليهم بالمسرحيه المؤخرات دي كانوا عساكر احتياط دخلوا فين؟ دخلوا السويس، هم اللي لغموا بهدلوا اليهود، اشتغلوا مع المقاومه يعني. المهم بنقول عايزين نشرب يدونا كلوكوز مفيش ميه لغايه الرسول عنايه ربنا محل مقفول تضرب فيه عين ميه حلوه، محل مقفول تضرب فيه عين ميه. والله يا فندم واحده في عين في عين موسى ربنا سبحانه وتعالى. لا لا انت بتقول لنا والله ازاي انت بتقول لنا حاجه والله عمرنا والله العظيم يا فندم الكلام ده. طب صادق 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 يا سيدي قوله تعالى يد الله فوق ايديهم بس الميه الناس ماشيه لقوا في ميه نازله من جوه المحل كسروا القفل وفتحوا المحل لقوا في عين ميه ضربه السوس طبعا كلها شربت شربت ميه بير وبرضك اللي في بير انفجر يعني اللي دخلوا 20 كيلو ولا 40 كيلو بتوع سينا دول شربوا من العين موسى ميه حلوه ربنا قال على النبي. وبعدين عشان كده بقول لك النص ده مش بتاعنا احنا ده بتاع ربنا. طب بعد كده ايه اللي حصل؟ بعد كده الصليب الاحمر تدخل بقى ونقل المصابين نزلهم باوتوبيسات اسعاف وودونا مستشفى عملوا بيعملوا فرز في المستشفى اللي في اول طريق السويس عشان يوزعوا الحالات ده يروح المعادي ده يروح كوبري القبه ده يروح الحلميه حسب الايه الحاله. فانا ربنا كرمني رحت المستشفى المعادي المعادي ف قعدت ابتدى بقى الدكتور السيد الجندي الله يرحمه لو كان توفى وكرمه لو كان عايش ابتدى يتعامل معايا ويعالجني. كان معايا المساعد بتاعه الدكتور اسمه هشام ابو النصر الدكتور سيد الجندي بتاع المخ والاعصاب الله يرحمه هشام ابو النصر من احلى واهم دكاتره ده مصر. انا ليا ذكريات معاه جامده. انت عارف حضرتك لاخر وقت كان الكشف بتاعه 5 جنيه؟ ايوه فهو كان دخل الساعه 5 صبت. بالظبط. ولو حضرتك دخلت له وعرف بالظبط يديك فلوس يديك فلوس يديك الفلوس ما ياخدش الكشف ما يرفض ياخد الكشف. كان معاه المساعد بقى الدكتور محمد هشام ابو النصر كان معاه. قعدت معاه فترة وبعد كده جت لجنة من كانوا بيجيبوا لجان طبية تكشف على المصابين كل يعني هياخدوا الخبير اللي بيجي ينقي الحالات اللي ممكن يعالجها. فأنا كنت من الحالات النادرة بتاعت الدكتور الجندي كان من الحالات النادرة اللي ليه؟ عشان اللي فيا الشظية كانت كان عندي واحدة قد كده قاعدة فوق الفقرة الخامسة هو كان هيتجنن ويطلعها. المهم قعدنا نتجادل انا وهو لغايه لما جت اللجنه الطبيه دي من انجلترا كشفوا عليا وقالوا انت ممكن تيجي تسافر. الدكتور الخبير قال لي ما معناه انك انت انا اشيلك. اوكي. سال الجندي ما رضيش. قال لك لازم هو اللي يشيلك. قال لي بص انا اللي عاملها واسفرك اي بلد عايز تتفسح. قلت له مش عايز اتفسح انا عايز اتعالج. المهم حصل بينه وبينه ايه جدال. اخر ما زهق بقى راح جايب كرسي وراح قاعد جنبي وقال لي بص انا هقول لك انا هتكلم معاك بالانجليزي دكتور انجليزي انت مش هتمشي تاني. يا ساتر. قلت له يا دكتور سيد بعد اذنك انا همشي. قال لي يعني انت هتتحداني وتحدى الطب؟ قلت له ما تتحداكش ولا تحدى الطب. ايماني بنفسي عندي يقين وبقوه عزيمتي همشي. قال لي خلاص. اوكي. راح عامل ايه بقى؟ راح كاتب لي تحويل لمركز سيدة عجوزة. مركز بروح هناك بعمل علاج طبيعي وخلاص. وقاعد مقيم وخلاص، اكن قاعد في السجن بالظبط هناك. والشاذية في ظهره. مش... لسه ما خرجتش. لا جوه ظهره. المهم حضرتك حديدة في ظهره. رجعت بقى رحت عامل بقى قلت بقى ايه؟ يعني اخد نبدا نش... يعني ادام انا ضحيت بنفسي اضحي بقى بايه؟ باللي فاضي بقى. رحت دخلت وعملت مشكله لغايه لما دخلت لمين؟ للمشير الجاموس الله يرحمه. الله يرحمه. دخلت له وحكيت له قلت له كذا 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 وحصل كذا كذا كذا. هو اللي امر بسفرك؟ لا ما امرش. لا ما يقدرش يامر بسفر ما يقدرش. في دكاتره. قال لي انت عايز ايه؟ قلت له كان مدير مكتبه قال لي قول له عايز لجنه طبيه محايده. انا وسيد الجندي متهمين. تقول عايز لجنه محايده عشان كده لجنه محايده من فطاحل المخ والاعصاب. يوسف جنينه
خير السمرة. عارفة فطاح العظام ومخ المخ والعصب. مخ عصب. ودخلت لهم اللجنة أنا وسارة جدا. أنا كنت الحمد لله كنت بعمل إيه؟ كنت دارس حالتي 10 10. فالمندوب اللي جاي معايا من مركز دكتور معين مش اسمه يعني. فهم كشفوا عليا كل واحد العشرة تنفر قاموا كشفوا عليا. فقال له يا دكتور فلان الحاجة من الاتنين المريض ده مش صاحب المشكلة التقرير ده لا التقرير ده مش بتاعه. قلت له بعد اذن سيادتك ممكن اشرح لسيادتك حالتي؟ قال لي الدكتور. قلت له مش دكتور بس عارف حالتي. شرحت له الحاله وقعدت اتكلم معاه. هو ايه يوسف جنيري ده طبعا عالمي. بص لي كده وهز دماغه قال لي طب يلا نتوكل على الله بس. وسافرت انجلترا عملت العمليه. هو طبعا لما عمل العمليه عمل يعني لا واحده كمان ثانيه شال الكبيره وساب الصغيره. ياه ما بقدرش يعني حضرتك لحد دلوقتي في شاذيه في ظهر حضرتك وانت قادر الحمد لله على المشي وزي الفل. بس يعني انت داخل علينا الاستوديو بتمشي. لا بمشي. بصي الدكتور الجيد السيد جدا الله يرحمه لما رحت له بقى وانا بعد ما جبت من انجلترا وانا ماشي لان قعدت في انجلترا حوالي 4 اشهر بعمل علاج طبيعي بس مكثف. عارفه كنت بعمل علاج طبيعي من الساعه 8 الصبح لغايه الساعه 5 بعد الظهر. يا 9 سكشن في اليوم. طب ده عشان انت كنت عايز ترجع الجيش تاني؟ ما انا هقول لحضرتك بقى ده رجع الجيش فعلا. ما رجعت ما هقول لحضرتك بعد ما خلصت ودخلت له هو شافني جاله هلع قام حضني وقعد يلف بيا في الاوضه. قلت له انا عايزك في الشرطه. قال لي خلاص روح الشرطه العسكريه. رحت الشرطه العسكريه خدمت فيها 25 سنه. ربنا يديك الصحه يا رب. بعد الحادثه دي على فكره انتوا تركيبه برضو مختلفه. تركيبة طبيعية. انتوا تركيبة مصرية. هو الواقع دلوقتي مختلف. او تركيبة رجال مصرية. شبه الزمن. مختلفة. بكل تفاصيله. والله ربنا اللي بيثبت القلوب وبيثبت العقول. انا بص على انا عمري ما شفته. انا شفته عند عديلي. عارفة يعني لو قلت لك مثلا اولا يعني الحضن الحضن اللي بيني وبينه حصل زي ما اكون مثلا ده مني حتى مني. وبعد كده اقول لك على معلومه برضك عنه. هو طبعا هو بني ادم جدا وانسان وصاحب صاحبه صاحب صاحبه فعلا. يعني مثلا لما بيتكلم بيتصل بيا بتمشي ولا ما بتمشيش بتوزع على العلاج ولا بيطمن عليك. انتوا بقى لما الصداقه بقى استمرت واكتملت بتعملوا ايه؟ بتقعدوا تحكوا في ايه؟ بتتواصلوا ازاي؟ يعني احكي لنا استاذ احمد بقى. والله علاقة إنسانية بسيطة جدا. أهلي يعني ولادي وولاده ومراتي ومراته. مين كان الصديق اللي بيجمعكم واستشهد؟ لا ما أنت بالنسبة لك أستاذ أحمد. إحنا كان في منا أصدقاء يعني علي خليفة الله يرحمه ده دفعتي وبرضه أصيب في حادث يعني توفى قريب قوي. ده كان متجوز اخت مراته. وكل ده انتوا ما كنتوش تعرفوا ان خالص. انت بتسمع اسمه مش عارف ان انتوا اصحاب. انا اعرفه من خلال الميدان العسكري بس فقط. وعرفت بقى ان هو علاقاته بقى بابا صبري الله يرحمه ده بعد ما وانتوا كنتوا في قعده وهو دخل هو دخل عليك. انا جيت صدفه فن. هو كان قاعد عند عديلي وانا جيت صدفه. فهو عديلي بيقول بيعرفه ايه محمد درويش. فانا محمد درويش عارفه. هو عارف الاسم عارفني شكلا صوتا. الله انت محمد درويش. قلت له عارفه يعني اللقاء كان غير طبيعي. طب قول لي يا استاذ احمد ايه اصعب فترات عدت على حضرتك وحضرتك في غرفه العمليات في الجيش؟ هي كانت فتره الاستنزاف. فتره الاستنزاف ليه؟ لان احنا كنا بنبني قواعد صواريخ فعلا في الوقت ده وما كانش عندنا غطاء دفاع جوي تقريبا. كانت موازير يعني مدافع فقط والدنيا بتتغير للصواريخ ولابد ان احنا نخش في التسليح صواريخ. فكنا كل شويه اسرائيل بتستهدفنا. فكان العمال بتوع المقاولين العرب اللي كانوا بيبنوا القواعد كان في طبعا مشاكل ماساويه ان هم يروحوا الصبح اللي بيبنوا قواعد وكان ما بتبنيش قواعد اللي هي تشتغل بس كان بتعمل القاعده والقواعد البديله كمان لان قاعده الصواريخ مش سهله.
قاعد صواريخ بينطلق منها صواريخ ف لازم تبقى جامده ومسوكه فخرسانه مسلحات وحاجات مهمه جدا. فكان بتعمل القاعده الواحده بتعمل فيها قاعدتين وثلاثه معاه. فالعمال دول الحقيقه في منهم كتير استشهد لان كمان بيطلعوا طيران يضربوا القواعد ديت وتتبني بالاستكشافيه بيرموا القنابل موقوته. فممكن العمال يشتغلوا ما خدوش بالهم قنبله تنفجر. ممكن يوديانج كسمان يوديانج قنبله قد كده زي البليه كده لونها يعني فضي ومصمتها ما تعرفيش دي قنبله ولا لعبه يعني. وكانوا بيستهدفوا بيها قواعد الصواريخ والمطارات لانها بليه الممر وبتترمي على الارض تنزل من الطيارات تترمي بالطيارات وتتدحرج والناس تمسكها على اساس انها بليه. هي مجرد الحراره بتاعت الجسم تسخنها تنفجر او واحد مثلا جاهل ودي ممنوعه على فكره عليها بالشاكوش من الحاجات الممنوعه طبعا محرمه. يعني انا اعرف واحد جايب كميه في جيوبه عشان يعرف بيهم قائد تاني ربنا ستر ان القنابل دي انفجرت فيه بره قبل ما يخش يقابل الرجل المهم اللي راح يقابله. يعني راح يقابل رتبه ما يقول له احنا لقينا الحاجات دي مرميه مثلا كان في المطار كانت في المطارات لمنا من المطارات قنابل وممنوعه عالميا يعني هي مجرمه مؤذيه مؤذيه جدا مؤذيه جدا. طب استاذ محمد اصعب كمين انت عملته اصعب اخد منك وقت وتركيز هو بتاع وسط الملاك اللي هو بتاع ال 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 طياره فانتوم يوم 18 اغسطس سنه 70 اللي هي بتطلع مره كل اسبوع. لا دي طياره فانتوم كانت معديه داخله بتضرب في منطقه وسط الملاك. ده الكمين ده الكمين ده اتضرب على يعني الموقع بتاعه الضم اتغير ثلاث مرات. ليه؟ لان اول مره كان دخلت طيارات البراج دخلت الاول استطلعت ومشت فانا رحت بقى الموقع تاني. ايوه الموقع التبادلي بقى تبادلي. وبعد كده بعد ساعتين رحت مغير الموقع تاني ورجعت موقع تالت. يعني الموقع التالت بقى انا اللي عملته بقى جديد. يعني في موقع بتبقى جاهزه وفي موقع انا بنشئها. الموقع التالت بقى انت عملته انا عملته دي. عملت فيه ايه بقى؟ عملت موقع صنع موقع صنعت موقع معلش ما انا اصلي ثقافتي في هذا الشيء تقريبا جهل مطبق. لا عملت صنعت موقع عملت حفر وعملت بطنطا بشكار الرمل ونزلت وعملت نقط مراقبه وعملت كل حاجتي في بالظبط. لان طبعا النشأه غير ما يكون يعني غير مجهز او غير مجهز ده لوحدك. انا ولا لا انت وكم واحد انت وستين انا وستين يعني وحدتي. وعملناه قعدنا ساعه وثلث تقريبا ساعه وثلث والطياره جت في الوقت في الموقع دوت يوم 18 اغسطس ورحت ضربوه. ربنا كان في كل التفاصيل موجود بقوه. يعني بص يا بدر النص دوت مش صنع للانسان ده صنع ربنا. ده احنا منافسين احنا نفذنا اللي ربنا امرنا بيه. ده حقيقي. استاذ احمد شارك في فيلم بقى حرب السادات ايام السادات. شاركت في فيلم ايام السادات. ايوه كنت برضو ضابط في الجيش اعتقد. وفي السرب موجود دلوقتي. السرب طبعا يجنن. انا عملت كذا حاجه يعني وحرب الجواسيس ويعني هجمه مرتده والسراب ورقبه الهجان. في حاجات كتير انا عملتها مرتبطه بالعسكريه يعني. انت عاشق لهذه الفتره. انا بحب الجيش الحقيقه. انت عاشقها الجيش اصله. بس برضه في ناس لازم التاريخ يذكرها. يعني مدام جيهان الله يرحمها ست فاضله عظيمه. طب خلونا نطلع فاصل ونقول ليه انت بتقول كده. بعد الفاصل حضرتك واستاذ احمد ماشي فاصل ونرجع معاك.
نرجع مرة تانية مع حضراتكم. وقبل الفاصل الأبطال اللي موجودة معانا كانوا بيتكلموا عن السيدة جاني السادات وقائد رئيس السادات. النصر الرئيس السادات. اتفضل كنت أستاذ أحمد، ابتديت الأول، أنت قابلت الرئيس السادات؟ قابلته وإحنا في غرفة العمليات في الجيش نفسه. دخل عليك جالكوا يوم إيه بقى؟ الكلام ده في الاستنزاف قبل الحرب، قبل 73 69. كان بيزور هو المواقع والقيادات يعني بيتفقد، بيرفع الروح المعنويه بتاعه العساكر والناس في حرب الاستنزاف اثناء الاستنزاف. في اليوم ده اسرائيل ضربت علينا، يعني عرفوا بطريقه ان هو موجود، ان هو موجود في الحته دي. وانا كنت ماشي في وسط الجنينه دي الواقع اللي خاصة بي أنا، ولقيت أقسم بالله العظيم ما ببالغ حاجة بتشق الأرض شظية من القنبلة اللي انفجرت ماشية كده. أنا يا دوبك نطيت رشقت في شجرة من الشجر بتاع شجر المانجا، الحمد لله الشجرة دي اتجزعت يعني اتقطعت. تخيلي شظية ماشية في الأرض، أقسم بالله كأنها محرات. عارف حضرتك بيجري في الارض كده النار لما تحط صيف او بتاع ده في النار بيبقى محمر ازاي؟ الشط ده عامل كده، ما بتخش الجسم، بتخش سخنه، نار نار سخنه نار ومندفعه، عارفه بالظبط تلزق خلاص. لكن هي داخله الجسم مولعه، يعني انت الواحد لما بيخش يضرب الشاطئ بيحس بالايه؟ لسعه، وبعد كده خلاص خلاص ما تحسيش بقى لو هي عملت لك الم او اتحركتي غلط او عملت اي حاجه. بتموت الاعصاب الموجوده في المكان بقى. طب ساعتها الرئيس عمل ايه لما هم لما لا ده دي واقعه مختلفه عن الرئيس يعني. الرئيس سلمت عليه فقط لا غير بس. تمام يا فندم، انا عسكري يعني اعمل له ايه من بعيد لبعيد كده؟ تمام يا فندم. لكن انا حضرت معاه احتفال بقى. انا حضرت معاه احتفالات قناه السويس، مش بتاع قناه السويس، كان موجود هو وكان موجود حسني مبارك نائب رئيس، ممدوح سالم كان رئيس الوزراء، كان محمد جمصي كان وزير الدفاع، محمد علي فهمي. ما تخافيش انا ما عجزتش يعني برضك عندي انت قمر والله. لا 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 محمد علي فهمي كان رئيس اركان، كان فريق احمد اسماعيل. مين؟ احمد اسماعيل. لا كان توفى جمص، كان وزير الدفاع. وكان قائد القوات البحريه موجود، وكان ولي عهد ايران اللي هو بهلاوي ده كان موجود في افتتاح قناه السويس. احنا كده مدمره مع الرئيس في افتتاح قناه السويس سنه 75 من بورسعيد لغايه الاسماعيليه 7 ساعات. كنا قاعدين بالظبط زي ما احنا قاعدين مع حضرتك كده، دايره كده وهو قاعد في وسطينا. كنت رئيس السادات. دي الصوره اهي. الصوره اهي. دي الصوره. كان بيكلمكم يقول لكم ايه؟ يعني انا سالته، قلت له الرئيس بعد بيتكلم مع ولي عهد ايران فارسي زي ما يكون ايراني. الرئيس؟ فانا سالته فين من ساعتها، بعدين سالتك السؤال معلش انا اسف يعني في التعبير. حضرتك اتعلمت فارسي امتى؟ انا عارف. قال لي ايه؟ في السجن. قال لك ايه؟ قال لي في السجن. في السجن. اتعلمت الفرنسي في السجن. والله لما كان في السجن. قال لي اتعلمت الفرنسي في السجن. وبعد كده عارفه ايه؟ يعني بياخد ودي معانا بيتكلم. هل فعلا كان زي ما كل الناس كان كاريزماتيك كده؟ بقول لك اول ما تشوفه عصايه المرشال. لا عارفه دي هبه، العصايه بتاعت المرشال هبة بتاعته. مره تانية قابلته في فرح بنته، هو كانت مدام جيان الله يرحمها كانت بتجيلنا مستشفى المعالي بالامانه، يعني بتجيب لنا العشاء، كانت بتعشينا كباب وبتيجي بالليل مكان جد والله. ست رائعه، لا استثنائيه، شخصيه استثنائيه. كان بيجيب لكم العشاء كباب؟ والله جاب لنا سندوتشات كباب وتجي لنا بالليل تتعشى معانا وتمشي. وجابت لنا بنتها لبنى وفي جيهان في امونتين، والواد ما جاش بس ابنها ما جاش، لكن كان بيجي لنا لبنى واللي بتاع ده وتقعد تتكلم معاه. بنتكلم معاه وتتعرض معانا وتحكي لنا، واللي عايز حاجه تجيبها له. انا بقى مثلا ايه، قالت لي انا نفسي تطلب مني حاجه، قلت لها انا عايز منك حاجه واحده بس، عايز برواز في صورتك. برواز في صورتك. وبعد كده قلت لي تاني يوم انا كنت بلبس قبر الجبس، فما كنتش بمشي، كنت نايم في السرير، فكنت ايه باجي بالاهي جابها ربنا يخليه يبارك له. جت نزلت بخلي مثلا البنت النرس اللي هي معايا
اللي هي النقطة الثابتة اللي معايا، بقول لها ايه هاتي نزليني بالترولي بتاع العمليات، نزليني الكافتيريا بتاعت الظباط في الدور الثالث في مستشفى المعادي. فبتنزلي بتزقني بالترولي وتنزلني في الاسانسير بتاع بتاع ده، ونزلت الدور الثالث بقى اخش الكافتيريا اشرب فنجان قهوة بدل ما قاعد يعني زهقت من الأوضة. اشرب فنجان قهوة، اشرب كوباية شاي، ولا كان عندك شظيه في ظهرك ولا اي حاجه. انا قاعد بقى نايم، ونايم بقى قاعد متسلطن على البتاع ده. متسلطن هو متجبس من اوله لاخره. الدكتور قاعد لقيته ايه، فببص على اللي بيبص الليمون ده مين ده؟ المنظر مش حضاري ومصر مش حلو. قلت له يا دكتور بعد اذن حضرتك، حضرتك لو بتعرف تقرا اطلع بره على الباب المستشفى، على باب الكافتيريا هتلاقي كافتيريا الساده الضباط. وانا ضابط، انا رخيص، مش مكتوب كافتيريا اطباء، لو دخلت الكافتيريا بتاعكم طلعني بره، لكن دي كافتيريا ساده الضباط. قال لا انا ممكن اطلع دلوقتي الاوضه اكتب عنك غياب. قلت له خلاص لو انت فعلا يعني دكتور، وقبل ما تبقى دكتور تبقى راجل، اطلع اكتب عنك غياب. طبعا ولا اتحرك ولا المهم ايه، شلت القهوه بس ايه حرق دمي. فطلعت الاوضه، جت بالليل، هي يعني ما بتيجي بالليل بقى كل الحشه بتاعت المستشفى ايه؟ بتيجي وراها. مدير المستشفى والاثنين في المستشفى كله. ف قالت لي مالك يا درويش؟ انت مش طبيعي. انا مش عارفاهم بالاسم. عارفاهم بالاسم. ايوه. ما خلاص قشطه. انا بشوفها بتعشيها كباب. صح. اما اشوفها بتبقى سعيد، فلقيتك مش في حالك. لا بعملها هيصه. لما بتخش الاوضه عندي بعملها هيصه. قالت لي مالك انت مش طبيعي، فيك ايه؟ قلت لها قالت لي لازم تقولي في ايه؟ قلت لها حصل كذا 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 النهارده. طبعا الدكتور ده ايه؟ واقف في الايه؟ ورا الزفه التشريفه. بس راح مسك المدير، قالت له يا دكتور، كان الدكتور شياتي، كان اسمه شياتي، الدكتور شياتي علم دكاترك، الدكاتره بتوعك يتعاملوا مع المرضى ازاي؟ وبعد كده دول مش مرضى، دول ابطال، دول هم ما كنتش ولا انت ولا اللي معاك دول قاعدين هنا. طب انا عايز اسالكوا سؤال استاذ احمد، الاجواء كان بينكم وبين بعض وانتوا بتاكلوا وبتشربوا، انتوا كنتوا اسره، انت حضرتك قلت انك قعدت 6 سنين في الجيش، ما حدش بيقعد 6 سنين في الجيش. 6 سنين كتير. بتاكلوا وتشربوا وتطبخوا. ايوه. الحياه كانت عامله ازاي؟ كان كده زي حضرتك ما بتقولي. احنا كان بيجي لنا الاكل بتاعنا بتاع العسكري ده، يعني العدد كبير جدا، كبير في ناس بتجوع، فاحنا كنا بنعمل حاجه اسمها تحسين طعام. نحسن الاكل شويه، بس بنعمل في مطبخ. يعني كل الاشياء بتتم داخل مطبخ. فنوضب الاكل، وكنا بنجيب اضافات من خارج المكان من المدينه. ننزل نجيب فاكهه، نجيب حاجات، نعمل سلطه، قشطه، نجيب بيض، نجيب حاجات اخرى. طب مين بقى كان بيقول احنا هنجيب الحاجات دي؟ يعني انتوا كلكم بتتفقوا مثلا احنا النهارده عايزين سلطه، او هناكل عجه، او هناكل، ويتقسموا بعض. ايوه كله متعاون. لا مين اللي بيقول هناكل ايه؟ صاحب القرار، يعني مين اللي بياخد قرار؟ المنيو يعني بالانتخاب، انا هناكل ايه النهارده، هناكل كذا. أو هو الاكل الحقيقه بتاع الجيش نفسه بيبقى موجود، هو نفسه اللي بيفرض علينا التحسين إيه؟ التحسينات اللي هنعملها فيه، والحاجات اللي ممكن تضاف للاكل ده. فبتبقى لكن مثلا عمركم ما قرر خلصتوا الاكل، او ميعاد العشاء خلص وبتاع، بس انتوا جوعتوا بالليل على الفجر كده؟ خلاص ويهرب ازاي؟ ما فيش خروج بالليل، ينام ولا تطبخوا اي حاجه؟ لا ما فيش، اصلا ما فيش، يعني ما فيش حاجه نظام تتشال. نظام طيب اللي موجود كلوه، هذه مش اكل بالليل ده، غير صحي كمان. هذه السنوات من التقشف علمت حضرتك ايه؟ يعني اتعلمت ايه من ايام العسكريه؟ لا انا اتعلمت في الجيش حاجات كتيره الحقيقه. يعني انا ما اعتبرش نفسي مدلل ولا متدلع ولا حاجه، بس على الاقل ما كانش في تحكم فيا وانا قبل ما اخش الجيش، فكنت شويه يعني ليا راي وليا مزاج. وكنت بقى الفن والحكايه ماشيه معايا من بدري شويه، فلما دخلت الجيش لا مش على كيفك، في نظام بقى، هتنام الساعه كذا، هتقوم الساعه كذا، هتخش الحمام الساعه كذا، هتغسل هدومك، هتاكل الساعه كذا، تغسل الساعه كذا، يعني كل الاشياء مرتبه. فانا مش متعود على ده، فلازم اتعود على ده بقى.
التربيه اعاده تربيه النفس، الاعتماد على النفس، ان انت تعتمد على نفسك في كل الاشياء، وان الحياه مش بالرفاه، مش بالاستهتار او مش بمزاجك، مش بمزاجك، وفي تعليمات وفي قوانين وفي قرارات وفي حاضر يا فندم ومفيش مناقشه. اتعلمت الالتزام، التزام المواعيد، الاشياء دي ما كنتش شويه مهتم بيها يعني قوي، هي دي حياه فتعودت عليها، حياه وعلى اللي موجود قدامك انت راضي بيه، بتحمل المسؤوليه من غير ما يبقى عندك امراض الرفاهيه. بالظبط، ايوه بالظبط، ورضا طول الوقت. بالظبط، لانها اشياء واقعيه، بس انا اللي كنت يعني ايه الهمه بتاعتي ما كانتش شغاله، ابتديت اشتغل بقى باتجاه اخر، اتجاه بنيه الذات العضليه النفسيه المزاجيه بشكل اخر يعني. طب النهارده بيعدي 51 سنه، الله اكبر، على نصر اكتوبر، 51 سنه في استقرار، في امان، الحمد لله. مصر كل سنه، كل الشعب المصري بيتذكركم، بتحس بايه؟ انا بحس ان انا بفتخر بنفسي ان انا حضرت الحاجه دي، واحنا فخورين جدا. ده حقيقي. وبعد كده الحاجه اللي كمان اللي بتسعدني ان انا يعني لما بروح حته وبحس فيها بالتكريم، دي ما عندكش فكره بتهزني قد ايه. ده انت فوق راسنا، ده انت عارف حضرتك كرمتنا النهارده ان حضرتك جيت، استاذ احمد طبعا كرمتونا وفخورين جدا بيكم. كلمه اخيره ممكن توجهها طلب او امنيه من استاذ احمد وسياده اللواء لابطال حرب اكتوبر اللي الحمد لله لسه موجودين بيننا. هو علم النفس بيقول ان الانسان وجد ليبقى، يبقى للابد. يعني انت بتصنعي تاريخ في كل لحظه بتعيشيها في حياتك، بيفتكرك الناس بيها فيما بعد. البقاء ده هو الجائزه الوحيده للحياه. يعني مفيش جائزه اخرى، يعني ما تقوليش المجد والوظيفه والمادة والثراء وعدم الثراء والأشياء، الإنجاز والعطاء والإنسانية، الجائزة الوحيدة للإنسان هي البقاء في حد ذاته. وإحنا ربنا أنعم علينا، وإحنا ربنا إحنا فاهمين دينيا وأخلاقيا وثقافيا وتاريخيا بنقدر قيمة البقاء وقيمة الحياة. يعني نهر النيل اللي جماعة إياهم دول عايزين يحرمونا منه، إحنا تربينا بأخلاق نهر النيل، الفيضان السنوي والخصوبة بتاعة الأرض والنماء بتاع الحياة في نهر النيل، وإحنا اتطبعنا كحضارة. يعني حضارة وادي النيل دي الإنسان مع البيئة، يعني مثلا لما تعرفي إن لعبة الكاراتيه مثلا اخترعها الياباني لأنه قصير القامة، فالأمريكان اللي بيحتلوا طويل القامة، فعشان يحقق النسبة العلاقة فتعلم الكاراتيه عشان يضرب الامريكان الطويل. وتلاقي بتوع افريقيا مثلا درجه الحراره العاليه في خط الاستواء تخلي المناخير بتاعتهم كبيره عشان ياخد نسبه هواء كبيره، عشان ياخد شويه اكسجين قد كده، فيشفط الهواء كله من خلال، تبص تلاقي مش يبقوا عامله كده وفي فرق في الوسط، تلاقي مناخيرهم كبيره. لا يعني البيئه نفسها بتاثر في الانسان. فبيئه وادي النيل اثرت فينا وخلقتنا باخلاقها، يعني مع 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 الكرم اللي موجود في الحياه، البيئه نفسها كريمه جدا معانا، والحمد لله ربنا اكرمنا بالفصيل النادر الرائع من البشر امثالكم. كلمه اخيره سياده اللواء. كانت سهير كانت قالت لحضرتك لو في امنيه. انا امنيتي في حياتي بس ان ربنا يرحم الشهداء، يا رب شهداء زمايلي ورجالتكم رحمهم ألف رحمة، وربنا ينعم بالصحة على المتبقين منهم من أبطال حرب أكتوبر، ونفسي نبقى إحنا قدوة للجيل الجديد يقتدوا بينا. إزاي بكم البوزيتيف انرجي والفرحة ممكن ممكن يبقوا أحسن مننا، بس لو إيه لو بيحبوا مصر زي ما إحنا كنا نحبها. بالظبط كده، هو احنا بنحب مصر بس ما اعتقدش ان احنا بنحبها اكتر منكم. بس انا اهو انا قلت انا سلمت انا سلمت لا لا انتوا جيل خارق اكتر مننا برضو، بس ما انتش واخده مش عارف، والواحد ما بيعرفش
انه بيحب او ما بيحبش. انا عارفة، بس انتوا الجيل اللي طلع يتمشى عشان يبقى هدف، وانتوا الجيل اللي شال على كتافه الصاروخ وعارف انه هيضربه واحتمال كبير يحصل اشتباك ويروح فيها، فانتوا جيل مختلف ممكن نبقى نصكوا مع الوقت. ده انا هقول لحضرتك حاجة في اخر البرنامج، انا عارف ان انتوا عايزين تختموا. لا خالص، ما قبل حرب، ما قبل 67، ما بعد، اسف، ما بعد 67 في ناس كتير راحت عشان تتطوع. في بعضهم كان يقول انا عايز تلبسوني حزام ناسف عشان اخش افجر العدو اللي احتلنا في 67 ده. قد كده بالله العظيم ثلاثة ده حصل. قد كده كانت، انا مش عايز اقول ان احنا كنا من هذا الجيل يعني، بس في ناس عملت كده يعني يعني من حبهم لهذا الوطن وانتمائهم لهذا الوطن يدافعوا عليه، يدافعوا عنه بعينيهم بحياتهم. وفعلا انتوا ادتونا ربنا يديكوا صحه 51 سنه ويا رب بقيه السنين كلها في سلام وامان. احنا بالنسبه لنا نو تايم بقى في 51 سنه دول. ايوه انا مش عايز لحظه كانت امبارح. ايوه يا فندم، لحظه كانت امبارح. تحياتنا ليكوا، ربنا يديكوا الصحه، سعداء بوجودكم معانا. انا سعيد جدا بكم، كل سنه وانتم طيبين وكل مره دايما طيبه يا رب، ودايما منتصرين بيكم وبالنوعيات النادره الرائعه اللي زيكم. مصر دايما منتصره، وربنا يديكم الصحه والعافيه، وسعداء جدا بكل المشاهدين. يا رب دايما بخير ونشوفكم على خير، والسبت ان شاء الله يوم جديد والستات على النهار. كل سنه وانتم طيبين، تحياتنا لحضراتكم. بنتمنى ان الحلقه دي تنال اعجابكم، ونشوفكم يوم السبت الجاي على الهواء مباشره والستات على النهار.